تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آراءكم ملاحظاتكم، شكر أي شيء من شأنه أن يدعم ويرتقي أكثر بالنظام الصحي أو يحسن النظام الصحي في دولة الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، وركز على الشكر. طيب، وأيضا نحن نشكر كذلك طاقم البرنامج معنا في التنسيق ميرا الغصلي، صبحت الله بالخير، بردأنا اليوم وميهودة شوية بردين. زين خلاص بخلي الدكتورة ندى تعالج عقب البرنامج. وأيضا معنا ناصر السليمي، صبحك الله بالخير ناصر، أهم شيء تريقت ولا أشوف بعد كاس شو اسمه تاكل. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ودكتورة ندى الملا معانا أيضا في التقديم. دكتورة، طبعا نحن كنا متعودين في الفترة الماضية أن ناخذ رسالة صباحية من قبل الأخت أسمى الجناحي، كانت في إجازة طويلة رجعت لنا بالسلام اللهم لك الحمد. وأسمى صبحت الله بالخير، وخبرينا شو اللي عندك من رسالة تبغين يعني تشاركينا فيها اليوم. صبحكم الله بنور سرور أخي محمود. حاليا مثل توقع تسمعون أنا قاعدة في مؤتمر، لكن الحين بظهر برا بكلمكم على المؤتمر. حاليا معالي حميد القطامي يفتتح المؤتمر الإماراتي الثامن والمؤتمر الخليجي 11 لأمراض الأنف والأذن والحنجرة واضطرابات السمع والتواصل. أحب أشارك بكلمة قالها معالي حميد القطامي، أن الأذن والأنف والحنجرة لها علاقة بكثير من الإعاقات، ووايد مهم أن نحن نكون في هالمؤتمرات ونناقش كل القضايا العالقة منها آخر التطورات في التشخيص والعلاج لأهمية هالثلاث حواس عند الإنسان. هذا بشكل عام حضور كبير جدا، المعرض زحمة مع أن أمس كان مؤتمر اليوم مؤتمر، بس أحس فيه زحمة ما شاء الله، الناس يعني عندهم حماس المؤتمرات. وين مكان مؤتمر أسماء؟ المؤتمر موجود في انتر كونتيننتال فيستيفال سيتي، والحلو ان اغلب او كل اللي موجودين هم مختصين من الخليج ومن المنطقة ومن العالم العربي في مجال انف والاذن والحنجرة، وايضا لكل المختصين في صناعة التقنيات والابتكارات اللي تدعم هذه الحواس او هذا التخصص. كم يوم المؤتمر اسمه؟ المؤتمر بيكون على مدى يومين. على مدى يومين إن شاء الله، أتمنى لهم التوفيق. طيب بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، نحن بالأمس اختتمنا يعني منتدى دبي الصحي، كان يعني من ضمن الأمور الترند في دولة الإمارات، يعني أظن الخامس كنا تقريبا، لكن عطينا بس فكرة سريعة عن أهم ما يتداول حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي عن القطاع الصحي. يعني القطاع الصحي حاليا أنا لاحظت من خلال قنوات التواصل الاجتماعي إن الناس قاعد تتكلم عن التحصين والتطعيم، خصوصا بدأ بعد ما طلعت الدولة بمبادرات جديدة في موضوع الحصانة والتطعيمات أو غيرها مثل الفحوصات ما قبل زيارة دولة الإمارات. صحيح. من ضمنها برنامج حصانة اللي قامت به هيئة الصحة، اللي شفته حتى في قنوات الأخبار من شوي كان محطوط في قناة وان تي في، فكان يتكلموا كله عن برنامج حصانة، لأن الفحوصات هاي تحمي الشعب والمجتمع في الإمارات
من الكثير من الأمراض السارية والمعدية الموجودة في العالم. ممتاز. بس أسمى تذكرنا بالحسابات الرسمية لهيئة الصحة، وإذا عندك رسالة يومية بتعطينا إياها اليوم. رسالة حساباتنا هي BHA_Dubai على كل قنواتنا ما عدا الفيسبوك والإنستغرام واليوتيوب اللي هو دبي هيلث أثورتي. ممتاز. رسالتنا الصباحية الإنستغرام DHA_Dubai. ايه الانستغرام ايضا دي اتش ادري يعني من حشره المؤتمر مو مركزه من المؤتمر ناس تتكلم انا لا اشوف ما شاء الله الناس تطلع ما شاء الله وايد زحمه ما شاء الله. رسالتنا اليوم تقول ابحث عن ما تحب في عملك حتى تعمل ما تحب. الضغط النفسي يقل بشكل كبير عندما نقوم بما نحب. صحيح. دائما هناك عامل من عوامل المتعة، يعني لو مهما كان العمل صعب أكيد في عنصر من عناصر المتعة، المفروض نحن ندور هذا العنصر ونحبب نفسنا أكثر في الشغل. أكيد أكيد يا أسماء، شكرا لك رسالتك الصباحية ويعطيك العافية ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. شكرا لك أسماء الجناحي، كانت معنا عبر الهاتف من الانتركونتيننتال فيستيفال. جميل. شو خص الفندق؟ احنا نتكلم عن المؤتمر. ايه الفندق جميل، في مؤتمر اجمل. طيب شكرا. انزين المهم المؤتمر الاماراتي الثامن والخليجي الثالث عشر الحادي عشر انزين لامراض الاذن والانف والحنجره. طيب نحن بتكون لنا يعني تغطيات مستمره. بس في دراستنا اليوم تقول طريقه جديده للتعافي بعد السكته الدماغيه. زين هذه الدراسة البريطانية لاكتشاف طريقة فعالة وبسيطة لمساعدة مرضى، شو يسمونه هذا؟ هاي اسم الجامعة، جامعة أنجليا رسكن. العلماء فيها توصلوا طريقة جديدة للتعافي بعد السكتة. ليش أحس الكلام ناقص؟ هي لا الكلام معكوس. زين عموما في مقابلة مع الصحافة قال العلماء بعد دراسات مطولة أجريناها على آلاف المرضى الذين يعانون من أعراض ما بعد السكتة الدماغية توصلنا إلى أن النتائج تفيد بأن العزف على الآلات الإيقاعية كقرع الطبول أو الصنوج يساعد. تعرفين الصنوج؟ لا شو الصنوج؟ الصنوج هذا مثل نحن شو نسميه، الرنة، أظن الرنة نسميها. زين المهم يساعد هؤلاء الأشخاص على التعافي من الآثار التي تتركها تلك الجلطات كالشلل النصفي أو الجزئي أو بطء الحركة في بعض الأطراف، وتبين أن جلستين من العزف أسبوعيا يقللان بشكل كبير من الاضطرابات الناجمة عن سوء تدفق الدم في بعض أجزاء الجسم عند هؤلاء المرضى. أضافوا قائلين نعتقد أيضا أن الأصوات الناجمة عن تلك الآلات تساعد مرضى السكتة الدماغية على استعادة تركيزهم والمهارة المطلوبة للقيام بأعمالهم اليومية البسيطة كالحركة والمشي وارتداء الملابس بأنفسهم وما إلى ذلك. وتؤثر اهتزازات الأصوات الناجمة عن الآلات الإيقاعية على أجزاء الدماغ المسؤولة عن الحركة وتساعدها على إرسال الإشارات إلى الأطراف المتضررة نتيجة الجلطات. وتجدر الإشارة إلى أن السكتة الدماغية أو ما تعرف بالجلطة الدماغية هي عبارة عن نقص تدفق الدم وتغذيته إلى أحد أجزاء الدماغ والذي يؤدي إلى موت الخلايا في تلك المنطقة، وغالبا ما تتسبب بأعراض كالشلل النصفي أو الجزئي، وتنقسم إلى نوعين: السكتة الدماغية الإقفارية وهي بسبب نقص تدفق الدم، والسكتة الدماغية النزفية أو تنجم عن النزيف الدماغي. أنا بقول لك شغلة قبل لا تعلقين على هذا، في ممارسة يسوونها يعني حاليا أنا شفتها في دول أوروبية وفي أمريكا بعد كانوا يسوونها، وشفت العام بعد كذلك كانوا مسوينها عندنا في منطقة المارينا زين في دبي وأكثر من منطقة حقيقة. يتجمعون مجموعة زين يحطون طبول زين ويون يعني أي حد طايف ممكن يجي ويشارك في العزف هذا على الطبول أو أن يدقون على الطبول. فيقول لك هذا حتى من 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 الأشياء هي يعني تخفف الاسترس عن الشخص، تطلع التوتر المشاعر المكبوتة. إيه. ف شو رأيك في هاي الدراسة؟
هالدراسة محمود فعلا تأثير الموسيقى، هو الموسيقى مو كموسيقى نفسها، هي العزف على الموسيقى نفسها. الفكرة منها ان احنا لما نعزف على اي آلة او حتى محمود مو بس شرط الموسيقى، هو دمج بين الصوت والحس، الحركة. نتكلم عن الطبل، الموسيقى مو من تأثيرته كالطبل، العزف على الآلات الموسيقية كالطبل وغيرها. الفكرة منها لما احنا ندمج حاستين في نفس الوقت، تكلمنا عنها وايد من قبل، كقرع الطبول او الصنوج. الصنوج زين، عقب الفاصل حط لي صورة الصنوج، خلاص افهم شو الصنوج هذه. زين، فهل الدمج بين حاستين مختلفتين يسوي تحفيز للدماغ؟ طبعا الناس عندهم سكتة دماغية، المشكلة عندهم انهم ما قدروا يرجعون لنظام حياتهم العادي، ما قدروا يتحركون، ما قدروا يلبسوا نفسهم، والأدهى انهم ما يقدروا حتى ياكلون نفسهم، فهذا يسوي يخليهم كانهم معاقين. فاستخدام الآلات الموسيقيه واستخدام اكثر عن حاسه في نفس الوقت، حاسه السمع وحاسه اللمس، لما تستخدم هالآلات الموسيقيه، فهل دمج بين الحاستين يسوي تحفيز للدماغ؟ وحتى طبعا وايد كنا محمود قبل عن لما تستخدم اكثر عن حاسه في اداء نفس العمل يعطي تحفيز اكثر للدماغ، وممكن حتى نستخدمها لما كنا نقول في الدراسه ايضا. والله انا جربتها هذه القرع على الطبول، صراحة حشرة. لا مو بحشرة والله، وناسة تعرفين يعني، في تستمتعين، تحسين ان في بالفعل في اشياء كذا تطلع من الجسم، طاقات سلبية كذا، فتدخلين ضمن المنظومة، يكون في واحد ليدر. انزين يعني يكون منظم الموضوع يعني، هي مو موضوع شو اسمه تعال ودق، لا يعطيك يقول لك الايقاع اللي انت تعزف عليه، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة بهذا الشكل، او انه بعدين يزيد يخفف كذا، فجميل. يلا مرة ثانية لو سمعت عن هالتجمع محمود خلنا نخبرهم صحة وسعادة، نعتبر نوع من نوع الثيرابي، نصير كلنا نسويه. جربوا علاج عندكم في مركز البرشة، سووا علاج، بيشلون عيادة بكبرها من الحشرة. عموما ما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل بإذن الله عندنا موضوع ما نتكلم عنه، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله. محمود ما كان مستعد، فاجوه. لا وناصر يعني يحب يسوي فيني تي، يعني احس يستمتع لما يشوفني متفاجئ. عشان تستلمتني بالفاصل؟ لا زين. عموما هو لا ظهر يا سيدافع عنك في موضوع شو اسمه. زين دكتوره، نرجع للحديث عن الجلطات الدماغيه. هنالك يعني بعض الامور التي يجب علينا ان ننتبه لها ونفعلها، يعني اذا ما شفنا لا سمح الله يعني شكينا ان في اعراض معينه اللي هي هو الاعراض. هو ناس تقول كيف اعرف اذا شفتوا في ميلان في جزء من الوجه، يعني الوجه صار يميل لصوب معين، الجزء الشمال، الشمال او الجزء اليمين او اليسار حسب مكان الجلطه، بس شفتوا فجاه ميلان في الفم قاعد يستوي. فجأة الإنسان كان يتكلم وفجأة سكت، ما قاعد يرد عليكم، ما قاعد يتكلم، احتمال كبير تكون هذه جلطة. فإذا أنتوا شكيتوا، حتى لو أنتوا ما عندكم خبرة طبية أو مو متأكدين، على طول اتصلوا بالإسعاف يا جماعة، ما نبغى ضياع الوقت. هي لا خلوه ينام، لا عطوا ماي، اتصلوا في الإسعاف، ليا الإسعاف قيم الحالة، اكتشف إنها مو بجلطة، ما عليه، الإسعاف في خدمتكم في النهاية. ولكن للمشكلة والمصيبة لو طلعت إنها جلطة وأنتم متأخرين، خلوها تنام ترتاح، كانت قبل شوي متضايجة ومتضاربة مع بنتها عشان شيء، هي الحين متضايجة ونفسيتها تعبانة، ما نبغى افتئات، اتصلوا في الإسعاف واشرحوا لهم الحالة عن طريق الهاتف ليه ما يوصلكم الإسعاف. كل ثانية قيمتها بالضبط، لأن في خلايا المخ تموت وما ترجع مرة أخرى. ممتاز. نحن دكتورة ما نتوجه إلى فريق علاج السكري، سكري الأطفال في مستشفى لطيفة. معانا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة الزرعوني، استشاري طب الأطفال بهذا الفريق. دكتورة أول شيء صبحك الله بالخير وحياك الله معانا في صحة وسعادة. صبحك الله بالنور والسرور، معك دكتورة فاطمة الزرعوني، وصباح الخير وحياكم الله. حياك الله دكتور معانا. اول شيء نسال، شو الخدمات اللي توفرونها في مستشفى لطيفه لعلاج الاطفال المصابين بالسكر؟ شوفي احنا جزء من الدي سي، دبي هيلث اوثوريتي او هيئه الصحه في دبي، وتقريبا خدماتنا موجوده احنا في مستشفى لطيفه، وعندنا مستشفى دبي ومركز دبي للسكري، توفرون خدمات للاطفال. في مستشفى لطيفه عندنا تيم السكر، سكري الأطفال،
اللي هو عبارة عن احنا دكاترة وعندنا اختصاصيين او مثقفين للسكر وعندنا اخصائية تغذية اخصائيات للتغذية وغير الطاقم النرسات يعني الممرضات. ممتاز. اوكي هي. وعندنا عيادات ونشوف مرضى يعني نشوف المرضى في كم المكان في الحوادث اذا في حالات يعني ارجنت او طارئه ونشوفهم في القسم يوم يتنومون في القسم في حالات تتنوم في القسم ونشوفهم في العيادات الخارجيه يوم حالاتهم مستقره تكون. ممتاز. دكتوره فاطمه شو نسبه الاصابه الاطفال بالسكر المو يتعالجوا في مستشفى لطيفه؟ عندك شي رقم تقريبي؟ عندي رقم تقريبي ما نقدر نقول نسبة عدد الحالات يعني عدد الحالات كبيرة وكل سنة عن سنة جديد السكري في الأطفال كل سنة جديد يعني في كل العالم. شو الأسباب في الإمارات؟ شو الأسباب اللي تؤدي لزيادة هذه النسبة أو هذا العدد؟ هي الأسباب لأن الحين في كل العالم مو معروف يعني الزيادة هاي الملحوظة في كل العالم مو يعني مو معروف ليش؟ لأن أغلبية حالات مرض السكر عند الأطفال مختلف عن السكر عند الكبار لأنه هو نسميه التايب 1 صحيح. اللي هم وراثي يكون الإنسولين مو بوراثي بعد يكون أكثر شيء مناعي مناعي. شو أعمار الأطفال اللي أكثر درجة عنده مرض السكر؟ طيب قبل على يعني سنين قبل الأعمار كانت يعني أغلبيتهم يعني على 19 يعني شوي أكبر يكون أعمارهم كبيرة في الأطفال بس الحين الملحوظ أنه في أي عمر حتى الصغار يعني إحنا فينا حالات يعني 8 شهور 9 شهور سنة يكون فيهم السكر يعني حتى الأعمار تتفاوت الحين مقارنة في اللي كان يصير قبل. طيب قبل كان عمر معين يعني معروف يعني 19 20 11 سنة الحين أي عمر ممكن نتوقع في أي عمر ممكن تتوقعون. زين أنا دكتور أبغي يعني أصيغ سؤالي من شو الأسباب إلى يعني كيف يمكن لنا أن نقي أطفالنا من الإصابة بمرض السكري؟ شو المفروض نحن نسوي سواء مع الأطفال أو حتى قبل الحمل أصلا أو أنه يتم التفكير في أنه نيب طفل يعني. شوف هو نوعين من السكر في الأطفال. النوع الأول اللي تكلمنا عنه أنه وراثي سوري أنه مناعي والنوع الثاني اللي احنا المفروض ما يكون في الأطفال يعني ما كنا نشوفه ايام اول في الأطفال. النوع الثاني اللي هو النوع اللي يصيب الكبار زين اللي عندهم انسولين بس يعني الجسم عنده مقاومة للانسولين ما ينتفع من الانسولين بطريقة صح. صحيح. النوع الثاني هذا الحين احنا نشوفه ترند انه يزيد في الأطفال نشوفه في الأطفال يعني قبل ما كان ينشاف الحين نشوف حالات في الأطفال. صحيح. صحيح. حالات جديدة ليش هذا ممكن احنا نفكر فيه ان نمنع انزين لايف ستايل نغير طريقه حياه الطفل يكون مور اكتف اكل صحي عشان ما يصيب سمنه هاي الاشياء كلها بتمنع ان الطفل يسوي له النوع الثاني تايب 2 صحيح. تفضل دكتور فاطمه. النوع الأول ما نقدر نقول في لين الحين في طبعا دراسات كثيره بس ما عندنا سبب غير معلوم ليش المناعة تتأثر وتصيب وتهاجم البنكرياس فيعني إن نسوي وقاية صعب شوي بس نقدر نسوي توعية للأهل إن هذا المرض موجود عند الأطفال لأن وايدين من الأهل ما يعرفون إن هذا المرض ممكن يصيب الأطفال السكر. صحيح. زين ونعرفهم على الأعراض عشان يفحصونهم أول شيء قبل ما تسوي لهم المشاكل قبل ما يدخلون في حموضة الدم قبل ما تسوي لهم مشاكل ثانية كبيرة. طبعا ها دكتورة يعني يثير السؤال التالي إنه شو الأعراض ممكن كولي أمر أنا أشوفها على الطفل وتثير الشك إنه ممكن يكون عنده سكر أهمية الكشف مبكر طبعا عنه. الأعراض اللي وايد شائعة وها ألارمنج يعني لازم الواحد ينتبه له عند الأطفال فقدان الوزن كثرة العطش والعطش وشرب الماء بزيادة وكثرة التبول هاي الأشياء وأحيانا يكون ويا بعد كثرة الأكل يعني يعني يكونون يعانين طول الوقت وعطشانين طول الوقت وزايد إنهم كثرة التبول
ونقصان الوزن. دكتورة هذيل الصغارية يعني عموما هاي يا أنه يعاني طول الوقت، يا أن عطشانين طول الوقت، يا أن شو اسمه سايرين الحمام طول الوقت، خصوصا في الشتاء. هكذا صغارية يا دكتورة. السكر يكون يكون فوق الطبيعي، فوق الطبيعي. يعني كان طبيعته مثلا يروح الحمام خلال النهار مثلا مرتين أو ثلاث أو أربع مرات، يعني بيكون الضعف. وخصوصا دكتور توقع حتى خلال الليل بعد ممكن الطفل ينشف الليل. صحيح. يكون يعني أوكي فترات سنين طويلة وفجأة يصير تبول لا إرادي في الليل. صحيح. أو تبول لا إرادي خلال النهار. هذا كله ممكن يكون أعراض السكر. ممتاز. طيب دكتورة بشكل عام شو هي أهم النصائح اللي تبغين توجهينها للأهل؟ وأهم الأشياء اللي يجب عليهم أنهم يتفادونها. أيوة. مثل ما أقول قبل شوي أنه لازم يعرفون أن مرض السكري يصيب الأطفال، ولازم نحط في بالنا نشوفهم نراقبهم عن أعراض معينة اللي ذكرتهم قبل شوي. فقدان الوزن، كثرة التبول، كثرة العطش وشرب الماء. هاي الأشياء ضرورية الواحد ينتبه لها في الأطفال. والنوع الثاني طبعا سكر النوع الثاني يغيرون نمط الحياة عشان الطفل ما يصاب بالسمنة ويؤدي إلى المرض الثاني للسكر النوع. جميل. من الخدمات مالتكم دكتورة كيف ممكن الواحد يستفيد وكيف يتواصل معاكم؟ أنتم ما شاء الله عندكم فريق مرض السكري، فخبرينا يعني بس كيف الواحد ممكن يتواصل معاكم بشكل سريع؟ احنا موجودين 24 hours a day 7 days a week 24 ساعة ما شاء الله 24 ساعة موجودين. إذا إحنا مو موجودين المناوبين يعني يكونون يغطون هاي الحالات، وكل حد يعني طبعا كل ممتاز. طبيب أطفال يعرف يعالج أمراض السكر. ممتاز. وعندنا عندنا حتى تريننج يعني ريزيدنت يعني أطباء مقيمين ودربهم على هالشيء. ممتاز. يعني هي خدمات تبدأ من الإمرجنسي وحتى في العيادات الخارجية في PSCs يكلمون على حالات ويأخذون استشاراتنا ويحولون حالات علينا. صحيح. فيعني والمستشفيات الخاصة نفس الشيء يكلمون على حالات أو يحولون حالاتهم إذا ما عندهم طبيب سكر أطفال، لأن في الخاص أطباء سكر بس غالبا ما يعالجون الأطفال، هم أطباء سكر كبار. صحيح. فهني أنا أوضح شيء إن مب أي طبيب يعالج أطفال السكر اللي فيهم السكر هو أفضل طبعا يكون مختص الطبيب، لأن سكر الأطفال عنده خصوصية أكيد. ليش يعني شو الفرق يعني دكتور؟ العلاج مختلف تماما. العلاج مختلف تماماً. أيوة العلاج مختلف. احنا يعني معظم مرضانا على الإنسولين وهم يعالجونهم ككبار، فممكن يبدولها أدوية غلط ومو بأي نوع يعني يبدولهم إنسولين. في أدوية الأطفال ما يتحملونها. ايه بالطبع. وفي ادويه مو مرخصه انهم يعطون للاطفال. بالضبط. وحتى حساب جرعات الانسولين محمود الاطفال تكون وايد غير عن الكبار، جسم الطفل حساس اكثر من الكبير لجرعات الانسولين، فعشان كذا يكون مختص في سكر الاطفال. بالضبط. عندنا اطفال يجونا من مثلا معالجين برا مع دكاتره ادلت نسميهم للكبار يعني باطنيه اطفال او سكر كبار يعالجون الاطفال، فالعلاج يعني مره غلط يعني وغير. صحيح. فلازم احنا نوضح للأهل انه يروحون عن طبيب أطفال سكر او صحيح. طبيب غدد صماء سكر للأطفال. ممتاز. هذا مهم. اذا دكتورة نحن نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. دكتورة فاطمة الزرعوني استشاري طب الاطفال وايضا ضمن فريق مرض السكري في مستشفى لطيفة، وهذا الفريق هو مشكل على مستوى مستشفيات هيئة الصحة وايضا مركز دبي للسكري. شكرا جزيلا لك دكتورة وكل التوفيق. شكرا. نهارك سعيد دكتورة. شكرا. طيب الشيء المهم أن يا جماعة الخير هنالك فرق ما بين علاج السكري للأطفال وللكبار. هنالك متخصصون صحيح لمرضى السكري الكبار، وفي متخصصين كذلك للصغار. لازم فلازم يعني يكون عندنا توعية بهذا الموضوع. أحيانا يعني الواحد ممكن يروح لأحد العيادات أو لأحد المراكز ويعرض طفله، يمكن يسأل منو اللي بيشوفه، هل هو متخصص في سكر الأطفال أم لا. صحيح. هذه مسألة وايد مهمة. وفي مسألة بعد مهمة محمود، إن لو الأهل اكتشفوا أن الطفل عنده سكر هو يعني
احنا لما نشوف الاهل لما نقولهم ان الطفل عنده سكر يعتبرون كأنه نهاية العالم. هو اسلوب تعايش فقط، هو مرض رح يعيش مع الطفل طول حياته، ولكن اسلوب تعايش وممكن تتعايشوا معه. احنا عندنا نماذج مذهلة في العيادة الاطفال الصغار، يعني لا تقولون كبير عمره، يعني ما شاء الله ملتزم بعلاج السكر ماله اكثر عندنا من الكبار. اطفال صغار عمرهم 6 أو 7 سنوات، فهو نظام تعايش. ودائما دائما اذا عندكم اي سؤال توجهوا لطبيب الاسره، اسالوه مثلا كيف ممكن انا اغير نظام حياتي عشان اتوالى مع السكر. خبيرة التغذية، التثقيف الصحي، هذه كلها كوادر موجودة في هيئة الصحة، وحتى في العيادات موجودة خبيرة التغذية وموجودة خبيرة التثقيف الصحي، تعطيك معلومات كيف ممكن تكيفين حياتكم مع مرض السكر. يعني تبغي ناصر ايج فوق الطاولة هني يقول لك فاصل يعني نصوح يقول لك فاصل فاصل بس خلص ناصر حبيطلع فاصل، يلا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. شو اسم الرياء؟ سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام. طبعا نحن قبل الفاصل كنا نتكلم عن سكر الأطفال دكتورة، وفي هني سؤال يعني كان يتحدث ان طفل وزنه 45 كيلو يحتاج جرعة انسولين لانتوس طويل المفعول. انا جاوبتهم قلت لهم ما يصير نقول عن على الهواء، لازم طفلي ونشوف ناخذ تاريخ المرضي ماله ووايد معلومات، بس انا ما ذكرتهم ارقام التواصل على 600551414 والرسائل النصيه على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئه الصحه بدبي DH_دبي على الانستغرام. طيب ناخذ مداخله من ابو حمد. ابو حمد صباحكم الله بالخير. النور والسرور. النور والسرور، هلا اخوي. طال عمركم جزاكم الله خير يعني على التوعية والبرنامج الناجح هذا، سواء كان على مستوى هيئة الصحة وكذلك وزارة الصحة. شكرا. اليوم يعني مع الأسف السوشيال ميديا والإعلانات عن عمليات تجميل وغيره، وشفنا أضرار يعني لو تكون هناك مثلا مرجعية أو استخدام بعض المستحضرات. يعني هيئة الصحة لو الواحد حب يستوضح هل هو في حاجة للعملية هذه، وهل هذا المركز صح يعمله، بحيث انه يعني ما يشتغل الشخص سواء كان النتائج يعني نتائج اثار جانبيه على من العمليه او حتى استغلال الناحيه الماديه من الناس. صحيح. كذلك المستحضرات يتم الاعلان عنها لو تكون هناك جهه، لو حبيت ان استفسر عن المستحضر من هيئه الصحه، لأن تشوف هذا المستحضرات في بعض الأسواق مثل الدراجون وغيره، يعني مع الأسف إنه يعني ما موجود عليها أي شيء يؤشر إن هذا يعني مستحضر أو هذا يتم يعني فحصه أو الموافقة عليه. صحيح. ها ويكتبوا لك إياه أصلاً بلغة بلغتهم. ما تشوف اللغة مال. بس العمليات صار استغلال كبير لها، وتحصل الطبيب يعني يوهم المريض ان العمليه 100% وفي لحاجه في 100%، وفي النهايه يعني في حاله من الحالات يعني تشوهت الفتاه بصوره كبيره، يعني اصبحت يعني من فتاه لشبه عجوز يعني من اثار يعني العمليه الخاطئه. وثانيا الموافق عليها لو تكون هناك موافق من هيئه الصحه للمركز لإجراء هذا العملية لهذا الشخص. حاضر. يعني قد لا يكون هناك شخص مؤهل أو أن أصلاً ما في حاجة لهذه العملية أو أنه مجرد يعني. قدمت شكوى على الحالة هذه أبو حمد؟ المركز اللي سويه. والله ما أذكر، أنا سمعت من شخص يعني حد من أقاربهم أو شيء من هالقبيل من فترة طويلة. خلي يقدم شكوى في إدارة التنظيم الصحي. هي الاستغلال في موضوع اللي أنا بتكلم عن هذا الموضوع، بخبرك الحين إن شاء الله. زين سؤالك واضح ونقطة وايد مهمة وتكلمنا عنها في أكثر من حلقة، لكن ما يضرنا نحن نعيد. يعني حتى نتمنى يكون هناك سوشيال ميديا يعني ترد على هذه الأشياء. إن شاء الله. حاضر. يعني أكثر فعالية. حاضر. ويكون هناك مركز اتصال ممكن كذلك يفيد الشخص. حاضرين. عن العيادة وممكن يراجع في حالة أن التأكد هل في حاجة للعملية أو لا، أو هذا مستحضر صحيح أو لا. إن شاء الله أبو حمد. شكرا. شكرا. لا فعليك. حياك الله. طيب دكتورة أنا بترك الأمور الطبية لك أنت، ولكن أنا عندي بعض الشغلات. أولا ما في عيادة تدخلها إلا يكون في لها ترخيص، وهذا الترخيص ايضا في له تقييم بالضبط، وفي تفتيش وفي كذا، فانت لازم تعرف ان هذه العياده مرخصه في البدايه من
الجهات الحكومية. صحيح. هذا أنا أتكلم عنه في الإمارات. بالضبط. واحد اثنين، إذا شفت أي ممارسة غير سليمة في العيادة على طول تقدر تبلغ إدارة التنظيم الصحي أو اتصل على 800-342 بيدلونك على الموضوع اللي على الآلية اللي تشتكي فيها على العيادة. بالضبط. اللي هذه، وهذه مسألة حتى هم عندهم أعتقد أبليكيشن أو عندهم نظام إلكتروني في موضوع الشكاوى. بخبركم على باكر بس عشان أتأكد، أنا عارفة لكن أبغى أتأكد منه. ثلاثة هذه لهم جهة الاستفسار. بالضبط. كان يتحدث عنها هذا. أربعة وهو الأهم، الله يخليكم، أي دواء، أي مستحضر، أي كريم شيء يطول الشعر، ينزل الوزن، يسويك أطول، يسويك أكثر، ما أدري كذا، شو ما كان على السوشيال ميديا لا تأخذه، خير شر، نهاية نقطع السطر، خير شر لا تأخذه على السوشيال ميديا، مو لا تأخذه، الله يخليكم لا تأخذونه، لأن المشاكل من وراء هذا الموضوع كثيرة وتكلمنا في هذا الموضوع أكثر من مرة. تفضلي دكتورة، كنت تبغى تكلمي عن مواضيع طبية الخاصة بعمليات التجميل، للناحية الطبية لعمليات التجميل. الأخ شو قال نبغى نعرف هل العملية هاي يحتاجها الشخص ولا لا. طبعا أولا أنت قلت اسمها عملية تجميلية أخوي، فالعملية التجميلية معناها لا مفروض ما يكون في سبب طبي، إذا في سبب طبي هذا موضوع ثاني. يعني مثلا كان في حروق، ناس كان عندهم حروق أو كان في حوادث سيائر وصار عندهم تشوهات معينة، هذه حالة أخرى طبعا تستوجب. لكن العملية التجميلية الناس يلها بقدمية عشان والله أعدل خشمي، أعدل يبهتي، whatever الناس اللي الحين هابة فيها هبة، دائما انت صاحب القرار. طبعا لما تدش انت اي من مراكز التجميل هذه، طبعا المركز بيسوق للخدمات مالته طبعا، فيقول لك بدل ما تسوي عمليه تسوي 5 عمليات. لكن انا دائما انصح المرضى لما يسوي عمليه تجميل سواء محتاجينها او لا يتحولون عندنا في مستشفى راشد على قسم التجميل ويسالونهم هل احتاج او لا، عشان تعرفون هل تحتاجونها ولا ما تحتاجونها. وانا اقول عمليه تجميل ما تحتاجونها لا تسوونها. فالحين ننتقل لموضوع جميل اخر، بنتكلم عن مؤتمر الامارات للنساء والتوليد والعقم. معانا عن طريق الهاتف دكتورة عواطف البحر، رئيسة النساء والتوليد في جمعية الامارات الطبية ورئيسة المؤتمر. صبحت الله بالخير دكتورة عواطف. اهلا، صبحت الله بالنور والعافية. حياك الله دكتورة. نتكلم عن المؤتمر بشكل عام. اول شيء المؤتمر بتنطلق اعماله ان شاء الله في الغد، فتعطينا نبذة عن مؤتمر الإمارات للنساء والتوليد. نعم، هو المؤتمر سنوي مدة 3 أيام، يغطي كافة تخصصات النساء والتوليد والعقم، من ضمنها أمراض الجينات، أمراض الغدد الصماء والعقم، أمراض الجينية في 3 شهور الأولى، أمراض الجراحة البولية والجراحة السرطانية في النساء والتوليد على سبيل المثال للحظ. عدد المحاضرين هالمرة بيكون عندنا العدد الكامل 45 محاضر أستاذ من جامعات دولية مختلفة ومدارس علمية متنوعة. المؤتمر الأساسي بيكون 25 أستاذ متحدث من دول مختلفة، مثل من بلجيكا، من مصر، من بريطانيا، من قطر، من إيطاليا، من الهند، من ألمانيا، من إسبين، من لبنان، من السودان، من المملكة العربية السعودية، ومن سوريا. التنوع هذا هو تنوع المدارس العلمية، فكل واحد يجيب خبراته وتجاربه وبحوثه في هالمجال، ويتم المناقشة وأخذ الأبحاث، يعني أكثر تطور الأبحاث والعلاج في مراحل نمو الجنين فرضا، في مراحل عمر المرأة المختلفة، أمراض الغدد الصماء عند المراهقات، التأجيل السني اللي أسمى ضمن المحاضرات اللي بنركز عليها السنة. بتكون عندنا تقريبا 38 محاضرة مع ورش عمل بتكون موازية. ورش العمل بيكون فيها عن تنظيم الأسرة وعن التصوير التلفزيوني خماسي الأبعاد. على فكرة دولة الإمارات أول دولة أعلنت عن الموضوع قبل 5 سنة. ممتاز. وبيكون عندنا تدريب للأطباء على إنقاذ الحياة في غرف الولادة للمرأة اللي يصير لها نزيف أو هبوط حاد في الدورة الدموية. فهذا يعني شيء مهم، كانت أول بريطانيا اللي تبتدي فيه، فحنا جبنا الأساتذة البريطانيين عشان نوفر على أطبائنا أو في الدول المجاورة وفي داخل الدولة اللي مسافرون برا. فمدة 3 أيام، وفي امتحان وفي كتاب طبعا لازم يدرس عشان ينجحون فيه. المؤتمر في دورته 14 بيكون في فندق روضة روسانا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية والرئيس الأعلى لهيئة الصحة في دبي. بيكون شعارنا هالمرة دور الجينات في أمراض النساء،
وبيكون بنفتتح إن شاء الله الساعة 9 الصبح يوم الخميس الموافق 18 يناير. الجلسة الأولى العلمية في اليوم الأول ملخصة بنكون بنتكلم بنركز على الأشياء اللي تأجل سن اليأس. بنتكلم عن تأثير الهرمونات اللي يأخذونها النساء في هذا الجزء من العالم اللي عادة مكتسبينها من أوروبا. شو تأثير الهرمونات مو بس على الجهاز التناسلي، على العين، على القلب، على الجهاز العصبي وعلى القلب بشكل عام. وهاي نقط الأطباء يكتبونها بس ما يفكرون إنه ممكن يأثر فرضاً يسبب جفاف في العين، ممكن يأثر فرضاً يأثر على المدى البعيد يزيد نسبة الأمراض الخبيثة في الأجهزة التناسلي. فبيتم تناول هالموضوع بشكل مكثف جداً. من ضمن المحاضرات اللي بتغطيها بعد اليوم الأول بنتكلم عن متلازمة المبيض متعدد الأكياس، لأن النسبة العالمية 25 ونسبتنا في دولة الإمارات والشرق الأوسط توصل 45% وإلها تأثير جيني يعني وراثي في العائلة. فنبغى نتكلم على هالشريحة من البنات وهم في الثانوية كيف ممكن واحد ينظم لهم الدورة الشهرية فيخفف من الآثار الجانبية للتكيس المبايض، وكيف ممكن يعدل الوزن ويعدل هرمون الذكورة اللي عندهم. في بنات كثير يشتكون من ظهور الشعر الزائد والحبوب اللي تطلع في الوجه، هذا كله بسبب تكيس المبايض. في أطباء جايين من ألمانيا بس يركزون على أمراض الغدد الصماء في المراهقين، ونحن أول دولة سوينا جمعية الأمراض الغدد الصماء كشعبة من النساء والتوليد. فعشان كذا تمينا نستقطب هالأطباء عشان نركز على هالشريحة من البنات أو المراهقات اللي عادة ما يحصلون عيادات مفتوحة لهم للعلاج. هذا تطور يعني، هاي خطتنا في السنوات القادمة أن تكون عيادات خاصة للمراهقات إذا عندهم اضطراب في الوزن، إذا عندهم اضطراب في الدورة الشهرية، إذا اضطراب فرضا في ظهور الشعر الزائد في الجسم. فهاي الشريحة من المجتمع أو من النساء ما حد وايد يفكر فيهم، لأن ممكن الخجل، ممكن ما عندهم وقت في المدارس. فنبغى الحين في المستقبل نفتح لهم عيادات بس لعلاج المراهقات. جميل. نركز على هالموضوع. دكتورة أنت طرقتي الموضوع، نحن يمكن قبل ننتقل لك كنا نتحدث عن بعض يعني عن مشكلة عمليات التجميل وغيرها، وأنت طرقتي الموضوع أن معظم النساء اللي يروحون عشان عمليات التجميل وكذا وغيرها هم يبحثون عن يعني تأجيل سن اليأس عندهم بشكل أو بآخر. فالمسألة أنت قلتي لي أن هنالك بعض العلاجات اللي يجب علينا أن نفكر فيها في موضوع تأجيل سن اليأس. نعم. الحين حتى غيرنا تماما نسميه سن الأمل. سن الأمل. إذا نأخر بالضبط، إذا نأخر مثلا عن طريق نمط الحياة، نأخر انقطاع الدورة الشهرية. أوكي، يعني إذا الدورة الشهرية تحمي المرأة من كثير أمراض وتزيد خصوبتها بدون شك. فإذا أجلنا هذا الموضوع عن طريق نمط الحياة، عن طريق المراقبة، عن طريق التغذية، عن طريق يعني المحافظة على الجهاز التناسلي للمرأة، عدم التعرض للأشعة، عدم التعرض فرضا للمواد المؤكسدة في الجو، ها كله حتى صار أحيان نوع من أنواع العلم يسمونه لايف إكستنشن. إن واحد يعني إذا كان سنجل مثلا خلينا نقول 63 أو 73 بدأوا يعيشون فترة أطول إلى الثمانينات. هذا كله بسبب الرياضة، نمط الحياة، التغذية، البعد عن الأشياء اللي ممكن تخلي الأعضاء الداخلية تهرم قبل الوقت. الكيماوي، التعرض للأشعة الشمس فرضا في أوقات غير ملائمة، ما بتعطيهم فيتامين د بس أثر على بشرتهم بسبب تجاعيد مبكرة. بالنسبة لسؤال حضرتك الجانب الثاني عن عمليات التجميل، هاي ما يعني هاي بطريقة غير مباشرة، إن هي تحاول مثلا تنزل 10 سنوات من عمرها عن طريق شد الوجه. بس أنا بصراحة ما ننصح، لأن في وايد يتنا حالات التهاب شديد. صح. لأنه يروحون عند العنوان الغلط. صحيح أكيد. ممكن يأثر سلبي ويخليها تكبر أكثر إذا ما كانت راح عند الجراح الصح. صحيح. هذا كلهم يطلعون يشبهون بعض. المرأة إنها تحس إنها تزيد ثقتها في نفسها إذا سوت هاي العملية. دكتور يطلعون مورا العملية كلهم يشبهون بعض. كلهم يشابهون الحريم صاروا الحين ما تميزين بينهم. لأن يحطون كات فيس يسمونه. بالضبط بالضبط. الأنف بهالطريقة والشفايف بهالطريقة، بس في الحقيقة هو يعني أنا نظرتي الشخصية هذا أبعد ما يكون عن الجمال. صحيح دكتورة. الجمال العربي الأصيل ما بلازم يكون. أكيد أكيد. دكتورة عواطب بس لعشان قبل ما ننهي اللقاء معاك في سؤال مهم يانا يعني، يقول شو أسباب تكيس المبايض بما أنك ذكرتي النسبة عندنا عالية تقريبا 45%. 45% وراثية ونمط الحياة، هذول اللي يأكلون مثلا الأكل السريع.
اللي وزنهم زايد ويصبحوا نفسهم مثلا يزيد اكثر بحيث انه ما يكونوا على نظام غذائي صحيح. القابلية يعني الجزء الكبير منهم عندهم قابلية وراثية للموضوع بالضبط. نمط الحياة يسبب ممكن تكيس مطر. على فكرة هو صفة مو بلازم يكون متلازمة. المتلازمة لها عدة أشياء ثانية تكون متلازمة صحيح. مع تكيس المطر مثلا تتراكم الدهون في الجزء الوسطي من الجسم فيختفي فرضاً بالخصر، زيادة البشرة الدهنية، زيادة إفرازات الدهون، تساقط الشعر، اضطراب في نسبة الأنسولين والقابلية لمرض الأمراض السكري وأمراض الأوعية الدموية. هاي متلازمة بس مجرد على المبيض هاي الصفة ممكن تتعالج. صحيح. شكرا لك دكتورة عواطف البحر رئيسة قسم النساء وتوليد والتوليد بجمعية الإمارات الطبية ورئيسة المؤتمر مؤتمر الإمارات للنساء والتوليد والعقم. نحن شاكرين لك هذه المداخلة وإن شاء الله تكون لنا لقاءات قادمة نتحدث فيها عن يعني أمراض العقم بالتحديد سواء عند الرجال والنساء كذلك. شكرا لك دكتورة. شكرا دكتورة. إذن يعني وصلنا لختام حلقتنا اليوم دكتورة، ولكن نعيد ونذكر لأن أبو حمد كانت عنده مداخلة جميلة وتكلم فيها عن مسألة أن كيف الواحد يقي نفسه من يعني بعض الإعلانات اللي ممكن تكون يعني جاذبة وتؤدي إلى يعني لا قدر الله مشاكل صحية في المستقبل. صحيح. زين، وتحدثنا عن موضوع الإعلانات اللي على وسائل التواصل الاجتماعي. يا جماعة الخير نعيد ونزيد ونكرر ان كل المستحضرات وكل الاشياء اللي تباع على وسائل التواصل الاجتماعي غير صالحة للاستخدام بشكل عام لأسباب كثيرة من ضمنها. اول شيء دكتور نحن ما نعرف هذا المستحضر هل تم مراقبته، هل هو اصلي ولا نقلي. صحيح. واحد، رقم واحد. اثنين، اقول انا بعد شو الوصفه، شو استخداماتها الاصليه. ترى كل ماده موجوده تباع لها استخدام اصلي وفي استخدام مو مذكور او غير مسموح فيه مع هذه الماده فانت ما تعرفها. ثلاثه، تاريخ الانتهاء، هل هو بالفعل مثل ما موجود على الاستيكر اللي بيجيبوا لك اياه ولا هو اصلا منتهي وعبوه مره ثانيه. والتخزين وعمليه ايصال التخزين وايد مساله ضروريه في موضوع بالضبط. الادويه والمستحضرات الطبيه لان هذه الامور كلها ما تخضع الى ناصر يسوي لك شيء محمد، ما تخضع الى الرقابه. ناصر عندنا بعدنا ثلاث ثواني. زين، فعموما تطلعتنا شيء متاخرين. عموما وايد اسباب للامانه غير الغش غير كذا. ما اتذكر والله كانوا زاخين مجموعه، تدرين شو يبيعون؟ يبيعون ما بدنا هذا، يبيعون لك الله يسلمك زيت زين يقولون لا إن هذا مستحضر ما أدري كذا لإطالة الشعر وما أدري كذا. زيت شو؟ هذا إطالة الشعر هذه. إيه. طلع زيت هذا مال الأكل اللي يبيعونه هالرخيص. زي ما طلع ديزل بعد. يبيعون الغرشة هالكبر على 100 درهم صح. على أساس إنه يطلع شعر. يا جماعة والله نمو الشعر إنبات الشعر هذه كله أكاذيب، ما في شيء ينمو الشعر، ينمو يخلي الشعر ينمو من برا يعني. يلا. زيت كريم ما يستوي. يا المدير خلينا نختم خلاص. خلينا نختم. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، نشوفكم إن شاء الله غدا مع مواضيع جديدة. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف والدكتورة ندى، وشكرا لميرا الغفري كانت معنا في التنسيق وناصر السليمي في الإخراج، وإلى الملتقى في الغد. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.